بداية الشوط الأول. مجدي عبد الغني عالية، يطلع أيمن تقع منه، أسامة عرابي. مجدي عبد الغني عالية، يطلع أيمن تقع منه، أسامة عرابي عالية. حمادة صدقي، حمادة صدقي بيفوت. كابتن محمود الخطيب لازم لابس بدله بيضاء زي ما حضراتكم شايفين خلف الحكام الدوليين وامام فريق نادي الزمالك. تحيه وتقدير منه لجهود انديه الكره المصريه ولجماهير المحبه للرياضه في مصر. وهذه اللافته هي لافته من اللافتات العديده لخلق الكابتن محمود الخطيب اللي تميز بيها على مدى 17 عام شارك فيها في مباريات نادي الاهلي والفريق القومي. ولاول مره تحرم جماهير كره القدم المصريه من فن وجهود كابتن خطيب. يحيي لاعبي نادي الزمالك قبل هذا اللقاء، ونتمنى لكابتن محمود الخطيب التوفيق. سلم على الحكم، على المساعدين، على الحكم الدولي علي حسين، ثم بيبدا بفريقه فريق النادي الاهلي يصافح اللاعبين ويقبلهم. زي ما قلت حضراتكم ان الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي بيتكون من الكابتن طارق سليم مدير الكره، كابتن صلاح حسني مساعد مدير الكره، كابتن باك مدرب، باركر باتلر، الكابتن انور سلامه مساعد مدرب، كابتن فتحي مبروك مساعد مدرب، مقدم احمد بكر اداري، الدكتور احمد ناصر طبيب، حمدي مكرونه مدلك. اما الجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك فيتكون من كابتن عصام بهيك مديرا فنيا المدرب العام، يساعد كل من الكابتن محمود سعد والكابتن محمود خواجه، الاداري حمدي يوسف، دكتور ممدوح مصباح طبيبا، وفخار الجمل وحمدي حافظ للعلاج الطبيعي. وبدا فريق نادي الزمالك يتجه الى جمهوره اللي موجود في المدرجات الشمال في الدرجة الثالثة. ما زال النادي الأهلي موجود أمام المصورين لالتقاط الصور التذكارية. أيضا هيبدأ في اتجاهه لتحية المقصورة، ويتجه الى الجانب الايمن اللي موجود فيه جماهيره اللي بتحييه. انا شايف الفريقين نازلين، كابتن محمود الخطيب لازم لابس بدله بيضاء زي ما حضراتكم شايفين خلف الحكام الدوليين وامام فريق نادي الزمالك. تحيه وتقدير منه لجهود انديه الكره المصريه ولجماهير المحبه للرياضه في مصر. وهذه اللافته هي لافته من اللافتات العديده لخلق الكابتن محمود الخطيب اللي تميز بيها على مدى 17 عام شارك فيها في مباريات نادي الاهلي والفريق القومي. ولاول مره تحرم جماهير كره القدم المصريه من فن وجهود كابتن خطيب. يحيي لاعبي نادي الزمالك قبل هذا اللقاء، ونتمنى لكابتن محمود الخطيب التوفيق. سلم على الحكم، على المساعدين، على الحكم الدولي علي حسين، ثم بيبدا بفريقه فريق النادي الاهلي يصافح اللاعبين ويقبلهم. زي ما قلت حضراتكم ان الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي بيتكون من الكابتن طارق سليم مدير الكره، كابتن صلاح حسني مساعد مدير الكره، كابتن باك مدرب، باركر باتلر، الكابتن انور سلامه مساعد مدرب، كابتن فتحي مبروك مساعد مدرب، مقدم احمد بكر اداري، الدكتور احمد ناصر طبيب، حمدي مكرونه مدلك. اما الجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك فيتكون من كابتن عصام بهيك مديرا فنيا المدرب العام، يساعد كل من الكابتن محمود سعد والكابتن محمود خواجه، الاداري حمدي يوسف، دكتور ممدوح مصباح طبيبا، وفخار الجمل وحمدي
الانتاج الطبيعي. وبدا فريق نادي الزمالك يتجه الى جمهوره اللي موجود في المدرجات الشمال في الدرجة الثالثة. مازال النادي الاهلي موجود امام المصورين لالتقاط الصور التذكارية. ايضا هيبدأ في اتجاهه لتحية المقصورة ويتجه الى الجانب الايمن اللي موجود فيه جماهيره اللي بتحييه. هيبدأ لأحمد شوبير يتابعها جمال عبد الحميد. عالية طويلة حسام حسن ياخدها هشام ابراهيم. اسماعيل يوسف تخرج بره الملعب رامي التماس من زمان. خالد جلال هشام ياكل ايمن طارق حماد عبد اللطيف تفوت وتوصل لاحمد شوبير. طويل عاليه هشام ياكل خالد جلال ضربة رامي التماس للنادي الاهلي. طاهر في سفارة ضربة حرة مباشرة لطاهر أبو زيد على حافة منطقة الجزاء. شايف الحكم رافع ايده الشمال. ضربة حرة غير مباشرة للنادي الأهلي. ما زالت فترة قص النط للفريقين موجودة. نشوف طاهر ابو زيد واقف جنب الكوره وبيلعبها بتوتشات تخبط وترجع مره ثانيه ورا. محمد سعد حماده صدقي اسماعيل يوسف بصدره عبال خالد جلال بدر حامد ضربه حره مباشرة لنادي الزمالك. محمد حلمي لخالد جلال. حماد عبد اللطيف في صفارة ورايا ضربة حرة غير مباشرة لنادي الزمالك. حماس منقطع النظير من جمهور فريقين. تفاعل مع كل كرة جميلة بتؤدى. حماها لطيفة عالية طلعها بدر رجب. حمادة اسماعيل يوسف معين يستطلع بره الملعب في تسلل في رايه صفاره ضربه حره غير مباشره للنادي الاهلي. بتلعب على طول حماده صدق بيمشي يقرب لخط النص لفوق لعبها لطاهر في كعبله ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. في راية وصفارة ضربة حرة غير مباشرة نتيجة تسلل زيزو.
مرة تانية؟ لحى محمد سعد برا الملعب، رمي التماس للنادي الزمالك عماد عبد اللطيف، دخل في نص الملعب محمد حلمي، بدر حامد، ابراهيم حسن، مجدي عبد الغني، محمد سعد، طاهر ابو زيد. تمريره طويله لابراهيم حسن اللي بيلحقها، تطلع بره خط التماس، ما بيلحقهاش. طارق يحيى، كرة لنص ملعب الاهلي مع ايمن يونس، عبد حماد عبد اللطيف، احمد شبير، وسام حسن لعب كرة بذكاء، خدها من رامي التماس ومررها لخلف طاهر ابو زيد، صلحها ولعبها تخبط في هشام يكن وتطلع. نقدر نقول اول فرصه بعد مضي 5 دقائق من بدايه الشوط الاول من لقاء الاهلي والزمالك، وما زالت النتيجه تعادل بدون اهداف. ايمن يونس لجمال عبد الحميد، اول كوره هيلعبها جمال عبد الحميد، بيمشي اسماعيل يوسف، خالد جلال لاسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف لحماده عبد اللطيف، حماده تطلع بره الملعب، ضربة مرمى للنادي الاهلي. فرصة اللي ضاعت بداية المباراة من طاهر ابو زيد، فرصة ممتازة. احمد شبير، عليها بيلعبها حسام حسن، توصل الى ايمن طاهر، ايمن طاهر، هشام ابراهيم، هشام يكن، ايمن طاهر، هشام، خالد جلال، توصل ياخدها تاني خالد جلال امام العرض لبدر حامد، تطلع بره الملعب، العب الطار لما تطلع بره الملعب. مجد عبد الغني، طاهر ابو زيد بيلعبها بكعب رجله، ترجع له تاني، خدها اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف، علي جلال بيقطعها بدري رجب لاسامه عرابي، اسامه عرابي بيفوت وبيكعبل وصفاره، ضربه حره مباشره وبيحذر هشام ابراهيم، مجد عبد الغني، ابراهيم حسن بيطلع يشترك فينا، بتروح لبدر حامد، ايمن يونس، بدر حامد تخبط تطلع بره الملعب من بدرك، بدر رجب لايمن طاهر، هشام ابراهيم لبدر، عبد الغني بيلعب على طول بياخدها من طاهر لما توصل لمحمد حلمي، محمد حلمي لاسماعيل يوسف، لخالد جلال بيفوت خالد جلال ويرجع تاني
الهمها لإسماعيل يوسف، إسماعيل يوسف بيتحرك لقدام، عملها لطيف في كعبلة من محمود صالح، وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. خالد جلال الناحية اليمين بيلعبها عرضية، أرضية توصل لمجدي عبد الغني، مجدي لأسامة عرابي، أسامة عرابي لمحمد سعد بيتحرك قرب خط النص، بياخدها محمد حلمي، إسماعيل يوسف أمامية طويلة لمحمود صالح، حمادة صدقي، حمادة صدقي إلى أحمد شوبير، محمود صالح عشر دقايق على بداية الشوط الأول من لقاء الأهلي والزمالك، وما زالت النتيجة تعادل بدون أهداف. محمود صالح بيرجعها لأحمد شوبير، أحمد شوبير لبدر رجب، طاهر يحيى على صدره بيتحرك في النص، ياخدها مجدي يلعبها لطاهر، وقف محمد حلمي، أيمن يونس، بدر رجب، محمد حلمي لطارق يحيى انما اطول من اللازم بره الملعب. صورة استاد القاهرة اللي بنشوفها في كل مباراة بتزداد جمال ورونق بفضل جهود العاملين في هذا الاستاد الجميل العظيم بقيادة المهندس مصطفى البحيري، بنجد باستمرار لمسة جمالية حضارية موجودة في هذا الاستاد، شكله يبعث على ان هنا حضارة الرياضة في مصر. الحمد لله عندنا مثل هذا الاستاد، ونتمنى ان يكون استادات الجمهوريه تقتدي بهذا الاستاد ونشوف هذا المظهر الحضاري في كل استادات مصر. ايمن طاهر، هشام يكن، خالد جلال، وقفها محمد سعد، اسامه عرابي، زيزو، مجد عبد الغني، اماميه لمحمد سعد، محمد سعد بيتحرك كده اطول من لازم يلحقها، يلعبها جنة في العرض تفوت، طارق يحيى بيتابع معاه ابراهيم حسن، الهجم ابراهيم حسن بياخدها لما تطلع بره الملعب، ضربة مرمى مجهود كبير جدا من ابراهيم حسن، من طارق يحيى ايضا، ايمن طاهر لمد، رجعها ورا لايمن طاهر مرة ثانية، طاهر لهشام يكن، حماد عبد اللطيف، التغطية على طول، طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد ماشي على رجل الشمال، شوطة جامدة، تطلع بره الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى نادي الزمالك، كورة مرتدة مفاجأة صحت الجماهير الموجودة، هنشوفها مرة ثانية، كورة ماشية بالعرض طالعة بره الملعب، بيلعبها لأيمن طاهر، هشام إبراهيم بيرجعها لأيمن طاهر، هشام إبراهيم، محمد حلمي لمد تفوت تاخدها أسامة عرابي، أسامة عرابي بيلعبها على طول لزيزو، زيزو طاهر، طاهر أبو زيد بيلعبها محمد سعد لما بيوقفها هشام ابراهيم، تروح لاسامه عرابي بيمشي من ناحيه الشمال وبيقوم بيلعبها تخبط تطلع بره الملعب، ضربه ركنيه للنادي الاهلي، كوره مفاجاه هي ارتداد سريع من الفريقين، ولذلك كل الجمهور بيتابع الكوره حواس وهفا، نجد الصمت مع الكره المرتده السريعه ثم هات الاعجاب بعد انتهاء اللعبه، شات جامده عاليه فوق، ضربه مرمى نادي الزمالك، ايمن طاهر، ربع ساعه على بدايه الشوط الاول من لقاء الاهلي والزمالك، وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف، ابراهيم حسن وطاهر
طارق توصل لمجد عبد الغني، طاهر ابو زيد، انا طويله ابراهيم حسن، برضه بيتابع معاه طارق يحيى، ابراهيم حسن يرجع على بيوقفها، تاخدها هشام يكن، خالد جلال، جمال عبد الحميد، تطلع بره الملعب، رمي التماس للنادي الاهلي. رمي التماس للنادي الاهلي. التماس مرة تانية. أيمن يونس بيطلعها بره الملعب. بتلعب لأحمد شوبير. أحمد شوبير. فوت. هشام يكن. خالد جلال. محمد صدق بيرجعها لاحمد شوبير، يطلع ويظبطها. مية عالية طويلة. هشام يكن توصل لخالد جلال. يد تخبط في أسامة عرابي في إيده. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. بدر حامد، مجدي عبد الغني وأيمن ياخدها. مجدي يلعبها لبدر رجب. بدر رجب وبدر حامد بتنقل على طول لزيزو. زيزو لبدر. في كعبالة من الشام يأكل. ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. هو اللي جاب جونين، وجمال عبد الحميد هو اللي جاب جول نادي الزمالك. انتقل امامية طويلة، محمود صالح لعبها من نص الملعب إلى أحمد شوبير بمبدأ السلامة أولاً. خد أحمد يخش داخل منطقة الجزاء وامسكها. أمامية عالية طويلة. هشام كان بيقع. طلعها بره هشام إبراهيم. رمي التماس للنادي الاهلي. محمد سعد، مجد عبد الغني، محمد سعد، اسامة عرابي، هشام يكن، خالد جلال، ايمن طارق. حسام حسن متابع برضه، لما ايمن متوقع ضربتها قبل منه. خالد جلال. محمد حلمي. جمال عبد الحميد. رمي التماس للزمالك.
يلعبها خالد جلال. شوبير حسام حسن عليا هشام ياكل وطاهر ابو زيد هشام خالد جلال لهشام هشام لملعب حميد حماده صدقي بيسيبها لمحمد سعد بيرجعها ورا لاحمد شوبير شوبير حمادة صدقي ابراهيم حسن محمود صالح احمد شوبير رمي التماس للزمالك اسماعيل يوسف جمال عبد الحميد تطول وتوصل لاحمد شوبير احمد شوبير بايده طويله لعب ابراهيم حسن تطلع بره الملعب رمي التماس للزمالك بدر حامد مرة ثانية برا الملعب من ابراهيم حسن رامي التماس للزمالك بدر حامد ايمن يونس لبد طارق ياخدها ابراهيم حسن برا الملعب رامي التماس ايمن لبد بدر رجب في ضربة حرة غير مباشرة للاعتراض طارق يحيى طارق يحيى عليا شوبير بيلعبها على طول توصل لاسماعيل يوسف تعب بن حماده ايمن يونس بيجيب الجول الاول لنادي الزمالك ايمن يونس بيجيب الجول الاول لنادي الزمالك بيطلع بره الملعب من فرحه جول الاول في لقاء اليوم لا هنشوفها مره ثانيه ايمن يونس بيلعبها لعب طاير جول جميل بيجيبه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه 24 دقيقه ايمن يونس يجيب الجول الاول لنادي الزمالك ويتقدم الزمالك بهدف لا شيء بعد مضي 24 دقيقة بدر رجب هنشوف الجول مرة ثانية مع بعض هشام ياكل بيلعب الكورة بره الملعب رامي التماس للنادي الأهلي إبراهيم حسن مجدي عبد الغني لعبها على طول اسامة عرابي تخبط اسماعيل تروح له اسامة مجدي اسامة عرابي لطاهر ابو زيد في كعبالة ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي زي ما حضرتك شايفين الزمالك واحد على الشيء على الشاشة ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي 25 دقيقة
بداية الشوط الأول من لقاء الأهلي والزمالك. ويتقدم الزمالك بهدف لا شيء، احرزه أيمن يونس بعد مضي 24 دقيقة. مباراة حماسية سريعة من الفريقين من أول دقيقة حتى الدقيقة 24، يحرز أيمن يونس بهدف أول للزمالك، ويستمر الكفاح ويستمر العطاء وإنذار الحكم بيدي لأيمن يونس لأنه مش عاوز يبعد العشر ياردات عن الحيطة الثابتة اللي هو عداها، ولذلك بدأ جميل لعيب الزمالك يرجع لورا لأن من الممكن يدي إنذار لكل الحيطة اللي بيشوفها على بعد 10 ياردات. طاهر أبو زيد ضربة حرة مباشرة جابها جنبة بعيد عن القايم اليمين، ضربة مرمى لنادي الزمالك. حماس في المدرجات، خالد جلال لأيمن طاهر، حماس المدرجات والأعلام البيضاء بدأت ترتفع بعد هدف أيمن يونس. حمادة ضربة حرة غير مباشرة للزمالك نتيجة اعتراض محمد سعد الحمادة عبد لطيف. عالية جمال عبد الحميد بيمشي بها لعبها لورا طارق يحيى، طارق يحيى بيفوت محمد، محمود صالح بيمسكه محمود صالح، ضربة حرة مباشرة للزمالك، ضربة حرة مباشرة للزمالك. طاهر ابو زيد لبدر رجب، محمد سعد اللي داخل في النص تبعد عنه، بياخدها هشام ابراهيم، هشام ابراهيم في نص الملعب ياخدها ابراهيم حسن تبعد عنه، زحلق في الارض ياخدها يلعبها لمجدي عبد الغني، مجدي 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 محمد حلمي، مجدي ياخدها محمد حلمي، ضربة حرة مباشرة للزمالك. ضربة حرة مباشرة للزمالك. بدر رجب، طارق يحيى، لعبها لبدر لما تطلع بره الملعب، رامي التماس للنادي الاهلي. ابراهيم حسن لطاهر ابو زيد اللي جاي ناحيه اليمين، لعبها يطلعها ياخد كورنر. ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، لعبها بدر رجب، بدر رجب بدر رجب بره الملعب تاني، رامي التماس للنادي الاهلي. رامي التماس هيلعبها ابراهيم حسن عليها، تبعد عن محمد سعد ياخدها اسماعيل يوسف، هنا على طول لخالد جلال، حماد عبد لطيف بره ملعب
رامي التماس للنادي الاهلي. رامي التماس للنادي الاهلي. اسامة عرابي. اسامة عرابي بيفوت وبيتكعبل. كعبلها من هشام ياكن. انذار لهشام ياكن. انذار لهشام ياكن. غني عليا ايمن طارق بيضه على طول لطارق يحيى لايمن يونس. ايمن يونس لطارق يحيى. طارق يحيى خدها منه بدر رجب. ترجع تاني لبدر رجب لابراهيم حسن. أسامة عرابي. أسامة عرابي وأيمن يونس. لعب على طول الطائر من أسامة عرابي لزيزو يمسكه إسماعيل يوسف يقع في الأرض. ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي 30 دقيقة على بداية الشوط الأول من لقاء الأهلي والزمالك، وما زال الزمالك متقدم بهدف لا شيء أحرزه أيمن يونس بعد مضي 24 دقيقة من بداية الشوط الأول. مجدي عبد الغني عالية بيطلع ايمن تقع منه. اسامة عرابي عالية. حمادة صدقي. حمادة صدقي بيفوت ياخدها اسماعيل يونس ياخدها تاني وتوصل الى حسام حسن. لما توصل ناحية الشمال ياخدها محمد سعد. رمي التماس للنادي الاهلي. رمي التماس للنادي الاهلي. يلعبها محمد سعد. وبعرض. كورة اتلعبت مرتين وبيقع. هنشوفها مرة تانية. فاتت من الأيمن زيزو طلعها برا القايم الشمال بيها. فرصة أيضا من فرصة ضائعة. ايمن طارق. هشام ياكن هنشوف الكره اللي فاتت دي مره ثانيه. توصل لزيزو اهو لوحده بيلعبها تطلع بره الملعب. وايمن طارق عاليه. ريم حسن مجدي عبد الغني اسامه عرابي زيزو. زيزو مجدي عبد الغني وزيزو الطائر على صدره تبعد عنه. الطائر على طول ياخدها حماده ابو لطيف لعبها للطائر وقف على فخده. حماده عبد اللطيف معاه اسامه عرابي تطلع منه الكوره بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. لعبها بدر رجب لمجدي. لبدر أسامة عرابي خدها جمال عبد الحميد. ياخدها أسامة عرابي كعبالة. ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. محمود صالح. محمد حلمي لعب عالية. جمال عبد الحميد. محمد سعد. بدر رجب بيلعبها بالعرض تمشي بعرض الملعب وتطلع بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. 35 دقيقة على بداية الشوط الأول من لقاء
الاهلي والزمالك، وما زال الزمالك متقدم بهدف لا شيء زي ما احنا شايفين الشاشه. حرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه من بدايه الشوط الاول. مجدي عبد الغني، مجدي اسامه عرابي، محمد سعد، محمد سعد تطلع بره الملعب، رامي التماس للنادي الاهلي، رامي التماس للنادي الاهلي، هشام ابراهيم مره ثانيه عاليه ويطلع ايمن طاهر يمسكها، خالد جلال، خالد جلال لأيمن يونس، وده محمود صالح لأحمد شوبير، أحمد شوبير طاهر توصل لبدر حامد، محمد حلمي لخالد جلال، حماد عبد اللطيف، اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف وحماد صدقي يلعبها، تخبط حماد صدقي تطلع بره الملعب، ضربه ركنيه للزمالك. ما زالت كل كور المرتده خطيره على المرميين، لم تترجم هذه الهجمات المرتده الى لهدف واحد للزمالك، احرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه من بدايه الشوط الاول. يمشي محمود صالح لهشام ابراهيم، تطلع بره الملعب، رمي التماس، شاف الحكم بينده لجمال حميد بيكلمه، بدر حامد جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد بيفوت، بيفوت خدها محمود صالح، طلعها ايمن يونس، كورنر لعبه فيها ذكاء، مزنوق جنب خط المرمى، يلعبها تطلع بره الملعب، ضربه ركنيه للزمالك. عبد اللطيف محمود صالح اماميه عاليه، زيزو، حسام حسن، زيزو، بدر رجب، في صفاره ضربه حره مباشره ضد بدر حامد لبدر رجب، لعبها ابراهيم حسن لبد، يفوت بد اسامه عرابي، انما خدها خالد جلال واماميه طويله، لعبها بصدره محمود صالح بيمتصها كويس وينقلها كويس، حماده صدقي، حماده صدقي، مجدي عبد الغني، بدر رجب، لعبها لبدر حامد، طارق يحيى بفوتها لنفسه، بيجري من ابراهيم حسن، بيجري معاه بدر رجب، بيجري طارق يحيى بيجري وراه بدر رجب بيوقفها ويفوت ويرجع من الناحيه الثانيه بيلعبها عاليه، برافو شوبير، مجهود كبير جدا من طارق ايحة في الكره اللي فاتت، سامع عراق، بلاد رجب، حسام حسن، حسام حسن في رايه وصفاره، ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. 40 دقيقة على بداية الشوط الأول من لقاء الأهلي والزمالك، وما زالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف لا شيء. أحرزه أيمن يونس بعد مضي 24 دقيقة.
حاجة بيلعبها تخبط في حسام حسن وتطلع بره الملعب. رمي التماس حسام حسن بياخد انذار. الحكم فسر انه بيسقف للمساعد ان ده اعتراض على قراره فاداله انذار. التماس للزمالك محمد جمال عبد الحميد محمد سعد وسام محمد سعد طاهر طاهر ابو زيد. ضربة حرة مباشرة ضد هشام يك. ضربة حرة مباشرة للاهلي خارج منطقة الجزاء بيردتين لطاهر ابو زيد. كرة بيقول الحيطة ترجع لورا 10,000. مجدي عبد الغني مدرج ابو طاهر ابو زيد سموها لطاهر ابو زيد. الحكم بيرجع الحيطة ورا 10 يردات. طاهر ابو زيد لعبها تخبط في الحيطه وترجع. محمود صالح وسام عرابي في كعبله وصفاره. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. حلمي وقع في الارض هنشوف هيقوم. الحمد لله قام سليم مفيش حاجه. ضربه حره مباشره للاهلي. مجدي عبد الغني مجدي شوطه جامده لعبها هشام ياكل توصل لبدر لما تطلع بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. ابراهيم حسن بيلعبها عاليه طاير على صدره لعبها طلعها هشام ياكل. محمود صالح في واسع على حمام لطيف ضربه حره مباشره ترجع ورا لايمن طاهر بيطلعها لقدام. محمد حلمي رجع حارة لايمن طاهر. طاهر حماد عبد اللطيف خدها منه حسام حسن تطلع منه بره الملعب. رمي التماس لعبها حماد عبد اللطيف لايمن لحماده. حماده كعبله وقع في الارض. حسام حسن بكعبله ضربه حره مباشره نادي الزمالك. بدر حامد فوت وتوصل لأسامة عرابي. أسامة عرابي لزيزو لما يقطعها خالد جلال. هشام ياكل لمحمد حلمي. هشام إبراهيم لمحمد حلمي لأيمن طاهر. أيمن طاهر عالية. محمد سعد بيرجعها ورا لاحمد شوبير. احمد شوبير رميه عاليه طويله تفوت. هشام ابراهيم على الارض لبدر حامد. بدر حامد يفوت ضربه حره مباشره نتيجه عرقله مجدي عبد الغني. بدر حامد
الإسماعيل يوسف، هشام إبراهيم، محمود صالح. مطى وقت الشوط الأول كله 45 دقيقة، وما زالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف لا شيء أحرزه أيمن يونس بعد مضي 24 دقيقة. حكم الدولي الفرنسي كينيو بيلعب دلوقتي في الوقت بدل الضائع، احتسبوا نتيجة أي إيقافات، وفي صفارة ضربة مشى كرة على طول توصل لأيمن طاهر. أيمن طاهر إبراهيم حسن محمد عبد اللطيف كعبالة، ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. محمد عبد اللطيف يرجع الكورة من نص الملعب لأيمن طاهر. هشام إبراهيم لأيمن طاهر، خالد جلال، خالد جلال، خالد جلال، خود عزيز واتخذ منه محمد حلمي، محمد عبد اللطيف، عبالة. في صفارة بانتهاء الشوط الأول من الحكم الدولي الفرنسي جويل كينيو. وكده ينتهي سيداتي وستاتي الشوط الاول من لقاء الاهلي والزمالك، زي ما احنا شايفين على الشاشه الزمالك واحد حرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه. الاهلي نيو في دقيقه واحده من بدايه الشوط الثاني، زي ما احنا شايفين ادي اخطر كوره في الدقيقه اللي فاتت، كوره لعبها طاهر ابو زيد بهدف لا شيء احرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه من الشوط الاول. الشوط الثاني تغيير واحد حصل في الفريقين، علاء ميهوب نزل في النادي الاهلي بدل من محمد عبد العزيز، وكده يبقى النادي الاهلي فاضله تغيير، والزمالك علاء ميهوب مع الكوره بيلعبها لمجد عبد الغني، بيتحرك لنال طاهر، طاهر بيلعبها على طول طلع هشام ابراهيم اماميه طويله توصل لعلاء ميهوب. دلوقتي النادي الاهلي على يمينك وانت في استاد القاهره في المقصوره، على شمالك في نادي الزمالك، ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل لاعب من الزمالك محمد الصدي، توصل محمود صالح لعلاء ميهوب لطاهر. هشام ابراهيم برا الملعب، رامي التماس للنادي الاهلي، محمد سعد، أسامة عرابي، أيمن يونس بيلعبها على طول لحمادة عبد اللطيف، حمادة ياخدها محمد سعد، محمد سعد مرة تانية بنقل على طول لأسامة عرابي، لأسامة عرابي، حسام حسن، بدر رجب، توصل لمحمد حلمي، أمامية لجماعة حميد ومحمود صالح، محمود صالح إلى أحمد شوبير، محمد صدي، بدر رجب، مجد عبد الغني، طاهر أبو زيد، في دفعة من محمد حلمي، ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي، حكم واقف جنب كورة ومتابع وصاحي وقراراته سليمة تماما. هدافي لقاءات الاهلي والزمالك منذ بدايه الدوري العام سنه 1948 حتى الان كابتن توتو للنادي الاهلي 7 اهداف، المرحوم علاء الحمولي بنفس الرصيد 7 اهداف لنادي الزمالك. اللاعبين الموجودين دلوقتي على ارض الملعب، علاء ميهوب له 3 اهداف، هنشوف ايمن شوقي هدفين، ومجدي عبد الغني هدف، اما في جانب الزمالك فطارق يحيى هدفين، محمد حلمي هدفين، جمال حميد هدفين، وايمن يونس بهدف النهارده يبقى له هدفين. طاهر بيلعبها جامده،
الحكم بيقول ما حدش يشوط الا لما صفر، لازم يأذن بالبدء اللعب. كرة بترجع مرة تانية، مجدي عبد الغني وطاهر معاهم الكرة الاثنين، مجدي بيحطها معاهم بدر رجب، حماد عبد اللطيف بيتحرك قدام الحيطة بيرجع ورا، مجدي عبد الغني هو اللي هيلعبها. ايمن يوسف يقدم، طاهر ابو زيد بيلعبها جنة، يا سلام، برافو يا ايمن يا طاهر، كورة محطوطة حلوة قوي، يطير ايمن طاهر يطلعها بره الملعب، ضربة ركنية للنادي الاهلي، هنشوفها مرة تانية. إذا كنا هنشوفها مرة تانية هتجدوا فيها السرعة والتلبية الهائلة عالية. مجدي عبد الغني تروح له مرة تانية، الطائر لمجدي، وسط الملعب توصل لحماده صدي، حماده بيفوت توصل لعلاء ميهوب، بدر رجب، بدر رجب، بدر رجب لحماده صدي اللي كان قدام، انما توصل لايمن طاهر. خمس دقائق على بدايه الشوط الثاني من لقاء الاهلي والزمالك، وما زالت النتيجه تقدم نادي الزمالك بهدف لا شيء، احرزه ايمن يونس بعد مدير 24 دقيقه من الشوط الاول. حماده عبد اللطيف، محمود صالح، علاء ميهوب، اسامه عرابي، اسامه عرابي بيلعبها، توصل لخالد جلال، لجمال عبد الحميد، تطلع بره ملعب من محمود صالح، رامي التماس، لعبها جمال عبد الحميد، ايمن يونس، حولها لطارق يحيى، شوطه جامده، يا سلام، يطير احمد ابو شوبير ويظبطها، كوره حلوه وصدها حلوه، وعلى الارض محمود صالح، محمد سعد، محمد سعد، طاهر ابو زيد بياخدها ويمشي ناحيه الشمال، بيلعبها تخبط في هشام يكن ويكملها بره الملعب، ضربه ركنيه للنادي الاهلي. لبدر رجب على طول بالعرض، توصل لطاهر ما يلحقهاش، رمي التماس، محمد سعد، محمد سعد بيلعبها، توصل لأسامة عرابي في نص الملعب، لمجدي عبد الغني وعلى رجله اليمين بشوطة توصل في حمادة، مجدي عبد الغني مرة تانية، حسام حسن تلعب وتتد وترجع تاني لطاهر أبو زيد، وقفها طاهر ومعاه خالد جلال، خالد جلال بيفوت من ناحية الشمال، ياخدها خالد جلال لإسماعيل يوسف، إسماعيل وعلاء ميهوب، ياخدها حماده عبد اللطيف، ياخدها اسامه عرابي، اسامه عرابي، حماده صدي، حماده مجدي عبد الغني لحماده، حماده يقع في الارض وتعبانه، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي، ايمن يونس حاجز رجل حماده صدقي، حكز زي ما حضرتك جنبيها على طول، لعب على طول، توصل لبدر رجب، بدر رجب عاليه، علاء ميهوب وخالد جلال، خالد جلال، محمد سعد لخالد جلال، تروح لاسامه عرابي، لعلاء ميهوب، تعبانه وصفاره وانذار لهشام ابراهيم. هشام ابراهيم ضربة حرة مباشرة للطاهر ابو زيد، طاهر لعبها بالعرض، توصل لأسامة عرابي، مجدي عبد الغني ترجع التاني في نص الملعب، محمود صالح عالية،
ابراهيم حسن توصل لطارق يحيى، طارق يحيى بياخدها من قدامه اسامه عرابي الى محمود صالح لطاهر ابو زيد، تخبط فريق خالد جلال وتطلع بره الملعب رمي التمام تلعب. محمود صالح خالد جلال طلعها بره الملعب مره ثانيه، محمد سعد حسام حسن لأسامة عرابي وضربة حرة مباشرة نتيجة دفع خالد جلال. 10 دقائق على بداية الشوط الثاني من لقاء الأهلي والزمالك، وما زالت النتيجة تقدم النادي الأهلي بهدف لا شيء أحرزه أيمن يونس في الدقيقة 24 من الشوط الأول. أسامة عرابي هيلعب الضربة الحرة المباشرة للنادي الأهلي، لعبة عالية برا الملعب ضربة مرمى للزمالك. الأيمن طاهر عالية في دفعة من أيمن يونس لمجد عبد الغني، ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. صدر على ما يهب صدره على طول لمجد عبد الغني، رميه طويله لحماده عبد اللطيف تطلع بره الملعب، رمي التماس للنادي الاهلي. ابراهيم حسن طاهر ابو زيد بدر رجب مجدي عبد الغني محمد سعد اسامة عرابي علاء ميهوب حسام حسن حسام حسن حسام لبدر رجب جامدة جامدة عالية برا الملعب ضربة مرمى لنادي الزمالك. أيمن طاهر لبدر حامد، أيمن طاهر مرة ثانية أيمن طاهر جمال عبد الحميد حماد عبد اللطيف حماد عبد اللطيف الشمال بره الملعب ضربة مرمى للنادي الاهلي، ضربة ركنية الظاهر الكرة خربت حد ويا طلعة حماد عبد اللطيف من جمال حميد ضبط الحكم ضربة حرة للمشرع في لاعب من الزمالك بيسخن حكم له بعد شوية بعيد عن الخط اللي احنا شايفينه بيسخن. حمادة صدي علاء ميهوب محمد سعد حمادة صدي حمادة يوسف في دفعة من طاهر ضربة حرة مباشرة للزمالك. ضربة حرة مباشرة للزمالك.
إبراهيم، جمال عبد الحميد، حمادة صدري، جمال عبد الحميد، محمد سعد، حمادة عبد اللطيف، حمادة، طارق يحيى، جمال عبد الحميد بيطلع، روح أحمد شوير، الله، حمادة صدري لأيمن، أيمن يونس، خالد، حمادة عبد اللطيف، حمادة عبد اللطيف، طلعها أسامة عربي بره الملعب، رمي التمام، 15 دقيقة على بداية الشوط الثاني من لقاء الأهلي والزمالك، ما زالت النتيجة تقدم للزمالك بهدف من الشيء أحرزه أيمن يونس بعد مضي 24 دقيقة من بداية الشوط الأول. إسماعيل يوسف، مجدي عبد الغني، مرة ثانية رمي التماس من مكان، إسماعيل يوسف، مجدي عبد الغني، تخبط في دماغ أيمن يونس تطلع برا الملعب، ضربة مرمى للنادي الأهلي. أحمد شوبير، رمية عالية، هشام ياكل لإسماعيل يوسف، محمد حلمي، إبراهيم حسن، علاء ميهوب، طاهر أبو زيد، علاء ميهوب، ميهوب من بد، تخبط ترجع الثاني علاء ميهوب، سمع عرابي لبد رجب، لعب ورا لحماد صدقي، لحسام حسن، هتلعب على طول لمجدي، مجدي عبد الغني، حسام حسن، حسام حسن، وخالد جلال طلعها بره الملعب، خالد جلال ضربه ركنيه للنادي الاهلي لاسامه عرابي، اسامه عرابي عاليه، ويطلع ايمن طاهر يظبط، بدر حامد، ايمن يونس، محمد حلمي، ياخدها ابراهيم حسن ويلعبها اماميه، علاء ميهوب، رمي التماس للاهلي، حكم بيقول ضربه حره مباشره، لا رمي التماس تاني، ابراهيم حسن، طارق يحيى، طارق يحيى، رمية طويلة مش لأي حد غير أحمد شوبير، يطلع من ملعبه ويلعبها حمادة صدقي، محمود صالح، محمود صالح، أسامة عرابي، أسامة عرابي، ويفوت ورقص إسماعيل يوسف، ياخدها إسماعيل ويرجع تاني، تطلع بره الملعب ضربة ركنية، يدي ضربة مرمى لا ضربت في رجل حسام عرابي وهي خارجة،
حارس المرمى واقع. حكم طبعا يوقف ساعته وبيطلب المسؤولين عن العلاج الطبي لفريق الزمالك. من ضمن الحاجات الظريفه النهارده مهندس صالح منع مدير العلاقات العامه بيقول للحكم فرنسي الدولي كينيو خلي بالك في اثنين توائم في فريق النادي الاهلي. قال له لا ما تنقيش هم من الموضوع ده لان احنا ثلاثه توائم فانا عارفه كويس. الجو بدا يبرد بعض الشيء لان في بعض السحب الخفيفه في استاد القاهره. ما زال كفاح الفريقين بعد مضي 20 دقيقه اوصلهم الى ان الزمالك متقدم بهدف لا شيء. حرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه من بدايه الشوط الاول. ايمن طاهر للشماعه كان بيوقفها داخل منطقه الجزاء. الحكم بيقول له ارجع تاني. ايمن طاهر الشماعه كان عاليه جمال عبد الحميد مجدي عبد الغني لجمال بيعليها على صدره معاه محمود صالح بينقلها لما في دفعه ضربة حرة مباشرة للزمالك بتلعب على طول. حماد عبد اللطيف خالد جلال في ناحية اليمين بيطلبها بيسيبها أيمن يونس لخالد جلال فعلا بيلعبها بره الملعب. ضربة مرمى للنادي الأهلي سك أحمد شوبير عشان ما يضيعش وقت. لعبها على طول لأسامة عرابي لأحمد شوبير. أسامة عرابي محمود صالح أسامة عرابي مجدي عبد الغني محمد سعد يلعبها هشام إبراهيم تطلع بره الملعب رامي التماس تلعب على طول علاء ميهوب مع خالد جلال حلم على صدره وعلى الارض الايمن يونس بيفوت على نفسه بيفوت جمال عبد الحميد حماده عبد اللطيف حماده تطلع بره الملعب رامي التماس للزمالك رامي التماس للزمالك لعبها اسماعيل يوسف ايمن يونس خدها بدرجة بيطلعها بره الملعب رامي التماس للزمالك مرة تانية اسماعيل يوسف مجدي عبد الغني لما حلم يشوطها من بعيد سكة احمد جبير طويلة عالية. أبا هشام إبراهيم بدر حامد حمادة صدي حمادة صدي علاء ميهوب أسامة عرابي علاء ميهوب طاهر أبو زيد ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي نتيجة عبقرية اسماعيل يوسف لطاهر ابو زيد. هشام كان بيناقش الحكم بيقول له ابعد 10 يردات. شايف رضا عبد العالي كان بيسخن بدا يستعد لانه ينزل وطاهر ابو زيد لعبها تخبط في الحيطه وترجع له تاني وشوطه تطلع
ضربة ركنية للنادي الأهلي. إسماعيل يوسف اللي هيخرج وعالية توصل تاني لمجد عبد الغني. فرصة من الفرص اللي ضاعت. أسامة عرابي بيمشي وبنقلها لإبراهيم حسن. وعلى علامة يبقى الملعب في تغيير اللي بيطلب للزمالك دلوقتي. اسماعيل يوسف هيخرج وينزل رضا عبد العال. رضا عبد العال ده اللاعب الجديد اللي انتقل لنادي الزمالك هذا الموسم بعد 25 دقيقة من بداية الشوط الثاني بينزل، ودي أول مرة اشترك في هذا اللقاء، لقاء الأهلي والزمالك. ينزل اللاعب البديل الا لما يخرج اللاعب اللي بيشارك في المباراه، ولذلك الحكم مع اسماعيل لغايه لما خرج بره الملعب بيسلم على رضا، بينزل رضا بيصفر. هشام ياكل تروح لبدر رجب على ميهوب لطاهر ابو زيد، الشوطه تخبط وتوصل لايمن يونس بيلعب على طول لبدر رجب. بدر رجب إبراهيم حسن تطلع بره الملعب، ضربة ركنية للنادي الأهلي. برافو أيمن الطاهر، طلع قطع سكة على إبراهيم حسن المتقدم المندفع من الخلف. ضربة ركنية للنادي الأهلي، هيلعبها بدر رجب. عالية توصل لحمادة عبد اللطيف، حمادة لطيف لأيمن مع حمادة صدقي، بتطول بيطلع احمد شمال برافو احمد شمال لطيف. لما احمد شمال طالع حاول يسقطها وفوق منه لما اجمل من اللازم تطلع بره الملعب وتتنقل لاحمد شمال. تفكير ذكي من حمام لطيف، انما التنفيذ عاوز ظبط اكتر من كده. محمود صالح، محمود صالح، خالد جلال، أول كورة ياخدها رضا عبد العال، خدها منه أسامة عرابي، أسامة عرابي بيفوت، مجد عبد الغني ياخدها محمد حلمي، حمادة عبد اللطيف، حمادة إبراهيم حسن بينها لعلاء ميهوب لمجد عبد الغني. ضربة حرة مباشرة للأهلي، مجد عبد الغني لبد، بدر رجب لإبراهيم حسن، تخبط تطلع بره الملعب، ضربة ركنية للنادي الأهلي. ضربة ركنية للنادي الأهلي، هيلعبها بد، تخبط تطلع بره الملعب، رمي التماس للنادي الاهلي. باب لاسامه عرابي لابراهيم حسن، فرصه بعيد عن الجول اربع يردات، يحطها مجد عبد الغني بدماغه زي القنبله لما خارج، ما هنشوفها مره ثانيه، نشوف مجد عبد الغني بيعمل ايه بدماغه جامده لما بره القايم اليمين، وبيندب حظه بيقوم. هشام ياكل واقع في الارض انما الحكم بيقول له اتفضل قوم، وايمن طاهر كشافات الملعب بدات تنور زي ما حضراتكم شايفين، على اساس ان الغيوم اللي ممكن هشوف الكره دي مره ثالثه. مجد عبد الغني بيلعبها بدماغه خمس يردات انما بره الجول. محمود صالح عاليه جمال عبد الحميد، مجد عبد الغني، بدر رجب، وفي دفعه وصفار، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي.
نص ساعه على بدايه الشوط الثاني من لقاء الاهلي والزمالك، وما زالت النتيجه تقدم النادي الزمالك بهدف لا شيء احرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه من بدايه الشوط الاول. رضا عبد العال، حمال عبد اللطيف، رضا عبد العال، اسامه عرابي يطلعها بره الملعب، رامي التماس لنادي الزمالك. بدات المباراه تقترب الشوط الثاني من نهايته، الزمالك نجد السرعه من النادي الاهلي والتحكم من النادي الاهلي والزمالك، وخالد جلال عاليه، امام حميد بيلعبها توصل لاحمد شوبير، احمد شوبير بايده على طول على ما يهب تفوت منه، بتلعب محمد سعد، اسامه عرابي، مجدي عبد الغني، طاهر ابو زيد، محمد سعد، عليا، ابراهيم حسن بيلعبها لما يمسكها ايمن طاهر، ايمن طاهر على الارض، بدر حامد، بدر حامد لايمن طاهر. بدات المباريات تشتعل بالحماس، اهلي وزمالك وزمالك واهلي، ترجع الكره ورا لايمن طاهر، ايمن عليا، محمود صالح، محمد سعد، محمود صالح، بدر، بدر رجب، ابراهيم حسن، حماده صدقي، اسامه عرابي، محمود صالح، اسامه عرابي، علاء ميهوب، علاء، علاء، وحمال عبد اللطيف ياخدها، مجدي عبد الغني، واتقل، وطارق يحيى لوحده جول، طارق يحيى بيلعبها برافو احمد شوبير، شايفين طارق يحيى ماسك دماغه، برافو احمد شوبير، طلع النادي الاهلي، وقف هتشوف الكوره اهي تاني، مجدي عبد الغني تقطع، حمال عبد اللطيف بينقل على طول، الله زمان بيقول مفيش حاجه، طارق يحيى واحمد شوبير، واحمد شوبير بيطلعها برجله اليمين بره الملعب، ضربه رجل تلعب، اظبطها احمد شوبير، لعبها ايده على طول طويله، حسام حسن، حسام حسن، حسام حسن، محمد سعد يقطعها، خالد جلال يلعبها ورا طويله لايمن طاهر، فرصه اكيد طاعت من طارق يحيى، ومجهود كبير جدا وتوقيت سليم من احمد شوبير وايمن طاهر، حماده صدقي، حماده صدقي، علاء ميهوب، ابراهيم حسن، حسام حسن، ابراهيم حسن، هشام ياكن، مجد عبد الغني، هشام ياكن، كورة رايحة جاية بأسرع ما يمكن، أمامية طويلة لحمادة صدقي على خط النص، هشام ياكن بره ملعب المرة دي، رمي التماس للنادي الأهلي، بدأ زكريا ناصف يقوم يسخن، طاب على طول لحسام حسن، لإبراهيم حسن، عالية، توصل، ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي، ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي، حكم ضربة حرة غير مباشرة، رافع رجله ورافع ايده، يقول ان اللعبة كانت رجله لعبة خطرة، وادي ايده 10 يارد ورا، بيقول لهم باستمرار، بداية الشوط الثاني من لقاء الاهلي والزمالك، وما زالت نتيجه تقدم الزمالك بهدف لا شيء احرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقه من بدايه الشوط الاول. تتنقل
قال له طاهر بيلعبها؟ رجعها هشام ابراهيم بدماغه توصل لبدر رجب، رامي التماس للنادي الاهلي تلعب على طول مره تانية بره الملعب. طارق خليل ايضا من النادي الاهلي بيسخن. اذا نزل طارق خليل يبقى النادي الاهلي استبدل الاثنين بتوعه في مباراه النهارده. محمد سعد اللي هيطلع، انا شايف نمره خمسه هينزل طارق خليل. التماس للنادي الاهلي بتلعب توصل لابراهيم حسن بيلعبها، تلعب ورا لحماده صدقي. حماده صدقي حسام حسن طلعها هشام ابراهيم. محمد عبد اللطيف، بدر حامد لحماد عبد اللطيف، لبدر حامد ورا مره ثانيه تطلع بره الملعب. رامي التماس محمد سعد خارج، هينزل بداله طارق خليل. بعد مضي 37 دقيقه من الشوط الثاني لطيف هيخرج وينزل بداله زكريا ناصف. وكده يبقى كل فريق استبدل الاثنين. طلع محمد عزيز مع بدايه الشوط الثاني ونزل علاء ميهوب للاهلي، ثم دلوقتي طارق خليل بيلعب بطرح محمد سعد. اما بالنسبه للزمالك فطلع اسماعيل يوسف ونزل رضا عبد العال، وطلع دلوقتي حماد عبد اللطيف ونزل زكريا ناصف. وما زالت نتيجة تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقة. جمال حميد بيلعبها زكريا ناصف، اول كرة بيوقفها لعبة عالية ترجع لخالد. مجدي عبد الغني بدر رجب امامية طويلة، حسام حسن بيجري عشان يتابع انما لحقها ايمن طاهر قبل منه. أمامية عالية مجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني حسام حسن وهشام ياك. حسام حسن في عرقلة وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. أسامة عباس، بدر رجب، توصل الى طارق يحيى. طارق يحيى ابراهيم حسن ياخدها ابراهيم حسن الى على طول علاء ميهوب. علاء ميهوب بتمشي حكى بيقول مفيش حاجه. بيدي انذار لطاهر ابو زيد. مرمى ضربة ركنية للنادي الاهلي من ناحية اليمين، حكى
الحكم ادى ضربه مرمى ورجع استشار المساعد بتاعه فادى له ضربه ركنيه. لعب عاليه بيكملها جوه الجول. جول للنادي الاهلي بيجيب حسام حسن. ضربه ركنيه على لعبها على ميهوب توصل لحسام حسن بيكملها جوه الجول وتبقى النتيجه 1-1. كرة هنشوفها مره ثانيه على ميهوب لعبها حسام حسن بيكملها. ايمن طاهر معذور في الجول اللي جه ده ما يقدرش يعمل فيه حاجه. ترفع جامده احمد شوبير وتطلع بره الملعب واحمد شوبير مرمي في الارض وصار عنده شد عضلي في رجله اليمين. مباراه حماسيه كبيره من الفريقين زي ما احنا شايفين على الشاشه الاهلي 1 والزمالك 1. مباراه كبيره من الفريقين اديت بمزيد من الدقه والمهاره من الفريقين. كل فريق من اول سنه بيحاول ان هو يؤدي احسن عرض. وفق ايمن يونس فين يجيب الجول الاول في دقيقه 24 من الشوط الاول. ثم شفنا من دقيقه واحده حسام حسن بيجيب هدف التعادل الاهلي بعد 40 دقيقه من بدايه الشوط الثاني. طاقم تحكيم ممتاز ادى مباراه رائعه. حكم لائق بدنيا تماما لائق فنيا قرارات صحيحه وطالب الجنب كل كوره. باقي خمس دقائق حسب ساعتي انا فاضل 3 دقائق غير الوقت بدل الضاع اللي احتسب الحكم نتيجه علاج اللاعبين على ارض ملعب. هنشوف كفاح الفريقين هيوصلنا لايه. انا بحب اقول مباراه ممتازه من الفريقين منذ مده كبيره جدا ما شفتهاش مثل هذا الاداء والعرض المتمكن من الفريقين. كل بيحاول نأدي احسن ما لديه على اساس ان التوفيق من عند الله. الى الان التعادل هدف لكل فريق. ايمن يونس جاب الهدف الاول للزمالك في 24 من بدايه الشوط الاول. حسام حسن بيجيب هدف الاتحاد الاهلي في 40 من بدايه الشوط الثاني. فاضل حسب ساعتي انا كان 3 دقائق غير وقت بدل الضائع اللي احتسبه الحكم الدولي الفرنسي جوين ينيو. ضربة مرمى للنادي الاهلي وقام احمد شوبير بيجري عشان يشوف الشد العضلي انتهى ولا لا. ضربة مرمى للنادي الاهلي مع الدقائق الاخيره للمباراه. حماده صدري بيقف داخل منطقه الجزاء تعاد لتلعب مره ثانيه. هيلعبها حماده صدري. خليل بيحاول يلعبها كره رضا عبد العال لعبها لزكريا ناصر توصل الى احمد شوبير. احمد شوبير بيقول للاعبي النادي الاهلي اتفضلوا لقدام. رجل الشمال الاماميه عاليه طارق حسام حسن وفي كعبله من هشام. كعبله من هشام يكن الحكم بيبعده من اثنين على البعض. ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي. طاهر ابو زيد بيطلب الكورة. طاهر ابو زيد بيطلب الكورة. وهو اللي هيلعبها من بعيد. جامدة. تخرج بره الملعب كورنر. ضربة ركنية. ضربة ركنية للنادي الأهلي. بدر رجع واحد لعبها. راح يلعبها. بدر رجب. عالية.
ايمن طاهر يظبطها. وبايده على الارض لبدر حامد. بدر حامد بيمشي مباشرة النادي الاهلي. اتلعب على طول وطاهر ابو زيد في نص الملعب. مجدي عبد الغني علاء ميهوب. علاء ميهوب ما زال ماشي. مجدي عبد الغني عليا حسام حسن وايمن. يلعبها ايمن طاهر البوكس تمشي توصل لبدر حامد تخبط وتطلع بره الملعب. لم يتمام حسبتي انا. انتهى وقت الشوط الثاني من المباراه وما زالت نتيجه تعادل لفريقين 1-1. احرز هدف الزمالك ايمن يوسف دي 24 بدايه الشوط الاول، ثم تعادل حسام حسن الاهلي بعد مضي 40 دقيقه من الشوط الثاني. حكم الدولي كينيو بيصفر وبيقول التماس للنادي الاهلي هيلعبها بدر حامد. طارق خليل يلعبها بالعرض. خالد جلال لناصر على ما يهوب يوقفها ياخدها يلعبها لحماده صدقي. حماده صدقي لطاهر. طاهر ابو زيد صالح بيفوت وبيفوت مرة تانية معاه هشام يكن بيظبطها. هشام يكن مع محمود صالح بياخدها. طارق بيلعبها لحسام حسن. ماشي حسام حسن بيلعبها برا الملعب انما الحكم بيصفر بيقول لمسة يد. واخدها حسام حسن بإيده. آخر خمس دقايق من الشوط الثاني زي ما حضرتك شايفين دفاع مستميت للفريقين، كل بيحاول انه يحسن النتيجه ليفوز بهذا اللقاء الهام بعد اداء طيب وممتاز ومشجع من الفريقين. ان شاء الله نتمنى التوفيق لفريقنا القومي اللي اختار النهارده هتعلن الاسماء باكر على اساس اشتراكه في المباراه الكبرى مع كوريا الجنوبيه الاحتفال في الدوحه على بطوله اسيا وافريقيا للامم. ايمن طاهر. ايمن طاهر. هشام ياكل لايمن طاهر. طاهر ابو زيد بيهاجم ايمن طاهر عشان يلعب الكوره بسرعه وعاليه. تطلع بره الملعب. رمي التماس للاهلي هيلعبها وسام عرابي لطارق خليل. تطلع بره الملعب. رمي التماس للزمالك بيلعبها خالد جلال بيسيبها لهشام ياكل. هشام ياكل ولا محمود صالح بيطلعها بره الملعب. محمود صالح بيطلعها بره الملعب. رامي التماس للزمالك بيسيبها هشام ياكل لخالد جلال. رضا معان لخالد جلال ياخدها حسام حسن وتطلع بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. رمي التماس للنادي الاهلي يلعبها علاء ميهوب لحسام حسن وضربه حره مباشره ضد خالد جلال. حسام حسن بيتألف في الارض. ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي. أربع دقايق حتى الآن من الوقت بدل الضائع يحتسب الحكم الدولي كينيو الفرنسي في الشوط الثاني من لقاء النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي ما زالت نتيجته حتى الآن التعادل بهدف لكل من الفريقين
احرز هدف الزمالك ايمن يونس في الدقيقه 24 من بدايه الشوط الاول، واحرز حسام حسن هدف التعادل للنادي الاهلي في الدقيقه 40 من الشوط الثاني. وما زال حكم الدوري الفرنسي كينيو بيلعب في الوقت بدل الضائع اللي هو احتسب عن كل ايقاف تم في الشوط الثاني. حسب ساعتي انا دلوقتي كمان دقيقه زاد بقى خمس دقائق، هو بيبص في ساعته بيقول الظاهر حد بيكلمه بيقول له في وقت، هو بيحتسب بيكلم المستشار عبد سعدي مراقب مباراه اليوم. مباراه حماسيه ذات مستوى من الفريقين الاهلي والزمالك، قطبي الكره المصريه شايفين على الشاشه الزمالك واحد ايمن يونس، الاهلي واحد حسام حسن. ناحيه جماليه الزمالك مكتوب باللمض البيضاء والاهلي باللمبات الحمراء اللي هو لون الفريقين. مجدي عبد الغني عاليه وتفوت توصل على ما يبنى فيه صفاره، في دفع الظاهر حد من نادي الاهلي. بيكلم حسام حسن، هشام ياكل بيكلم حسام حكم، الحكم بيقول لهم اتفضلوا ابعدوا عن بعض انتوا الاثنين. هشام ابراهيم لايمن طاهر لبدر حامد، يصفر الحكم الدولي الفرنسي بانتهاء اللقاء.